متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، صباح الخير. نستعرض معكم حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة عمان وبقية المدن الأردنية. كما نلاحظ معكم استمرار تأثير المنخفض الجوي من الدرجة الثالثة والمترافق بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة بالتأثير على المملكة، واستمرار الأجواء باردة غائمة ماطرة على فترات، تكون هذه الأمطار غزيرة أحيانا ومرفقة بالرعد، كذلك الحال سقوط زخات من البرد. أيضا تستمر مناطق عدة في العاصمة عمان باستقبال أمطار مخلوطة بالثلوج، نظرا لهذه التوقعات الأمطار المخلوطة بالثلوج فوق المناطق تزيد ارتفاع عن 800 متر سطح البحر، في حين تكون على هيئة ثلوج في المناطق تزيد ارتفاع عن 1000 متر، وربما دون ذلك في العديد من أحياء العاصمة المرتفعة في شمالها غربها، أيضا بعض الأحياء الشرقية المرتفعة من العاصمة عمان نهار هذا اليوم. نبدأ معكم توقعات المنطقة الشمالية في الأردن، استمرار الأجواء الباردة الغائمة الماطرة على فترات، تكون الأمطار غزيرة مرفقة بالرعد والبرد، كذلك الحال يستمر تساقط الثلوج في مرتفعات جرش وعجلون العالية، هذه المناطق تزيد ارتفاعها عن 950 أو 1000 متر سطح البحر، ولا يستبعد حدوث تراكمات محدودة في تلك المناطق أيضا خلال ساعات نهار هذا اليوم ما تبقى من هذا اليوم. مدينة المفرق توقعات باستمرار الأجواء الباردة والماطرة فيها، العظمى المتوقعة في المفرق بحدود 9 درجات مئوية، تكون الأمطار على هيئة ثلوج في المرتفعات في محافظة المفرق المحاذية للجمهورية العربية السورية التابعة لمنطقة جبل العرب، تكون هذه الهطولات كما تحدثنا ثلجية، ولا يستبعد أيضا حدوث تراكمات في أجزاء من تلك المناطق حتى مع ساعات نهار هذا اليوم أسوة بالليلة الماضية. توقعات المنطقة الوسطى كما نلاحظ أجواء باردة غائمة ماطرة في العديد منها، درجات حارة متدنية فعلا تكون في عمان والسلط 5 درجات مئوية، أقل من ذلك في مرتفعات هذه المناطق، تكون في الزرقاء ومادبة تقريبا بحدود 7 أو 8 درجات مئوية، تكون العظمى المتوقعة في البحر الميت بحدود 15 درجة مئوية. الأمطار تصل كذلك الحال إلى مدينة الزرقاء بحول الله، أجواء باردة غائمة ماطرة على فترات بها مع هطول بعض زخات البرد، كذلك الحال أيضا هذا هو الحال المتوقع في مدينة مادبة خلال ساعات هذا اليوم. توقعات المنطقة الجنوبية توقعات بأمطار مخلوطة في الثلوج في العديد من هذه المناطق، تكون على هيئة ثلوج في المناطق تزيد ارتفاعها عن 1000 متر على سطح البحر، وتشمل أجزاء عديدة في محافظة الكرك الطفيلة، أيضا مرتفعات الشراء بمشيئة الله. توقعات بجبال الشراء لا تتجاوز العظمى حاجز الصفر المئوي خلال ساعات نهار هذا اليوم، لا سيما المناطق العالية منها، وتوقعات باستمرار توقعات تراكم الثلوج بحول الله في هذه المناطق. العظمى المتوقعة في معان بحدود 6 درجات مئوية فقط، العظمى توقع في العقبة بحدود 16 درجة مئوية مع فرصة لأن تطالها بعض الزخات المطرية بمشيئة الله. توقعات المنطقة الشرقية توقعات أيضا بأن تشملها تساقط الأمطار المخلوطة بالبرد في العديد من تلك المناطق، مع عظمى متوقعة ما بين 12 إلى 14 درجة مئوية في هذه المناطق. إذا كملخص، استمرار تأثر المملكة بالمنخفض الجوي الممطر، يكون على هيئة ثلوج، هذه الهطولات تكون على هيئة ثلوج في مناطق تزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر، وربما دون ذلك على فترات مع توقعات بحدوث تراكمات فوق هذه الارتفاعات بمشيئة الله. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.